مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ خلو شمال المملكة من الغيوم، لكن هناك كميات من الغيوم المتوسطة والعالية تغطي منطقة الرياض وتتحرك باتجاه الشرق. أيضا هناك بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أما صور وخرائط درجات الحرارة، نلاحظ أن شمال المملكة وأيضا وسط المملكة ستتعرض لكتلة هوائية تقريبا باردة نسبيا، وبالتالي بتكون الأجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. يعني بتكون درجات الحرارة تقريبا اليوم وغدا الأحد وحتى يوم الاثنين تقريبا أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكن بعد ذلك إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة زي ما احنا شايفين في المناطق الجنوبية والغربية من المملكة بالارتفاع تدريجيا حتى تصل إلى منطقة الرياض. أن الجزء الأبرد هو اللون الأخضر، الأصفر أدفأ والأحمر أكثر دفئا بإذن الله. أما الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة أجواء صافية باردة نسبيا، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 9 درجات، لكن الصغرى الملموسة 6 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء لطيفة في النهار في الرياض لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 20 والصغرى 10 درجات. الاثنين أيضا أجواء لطيفة النهار تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، الصغرى 11 درجة مئوية. والثلاثاء أيضا أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، المناطق الشمالية سكاكا وعرعر وتبوك أجواء مشمسة، العظمى في سكاكا 20 والصغرى 9، في عرعر 21 العظمى والصغرى 9، في تبوك العظمى 21 وأجواء باردة ليلا والصغرى 6 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء دافئة ومعتدلة في النهار، لطيفة ليلا لكنها مغبرة في جدة، في المدينة المنورة العظمى 25 والصغرى 13، في جدة 32-20، في مكة المكرمة 33-21، الطائف 23-14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، يتخللها في منطقة جازان سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا ولفترات محدودة خاصة فترة ما بعد الظهر، العظمى في الباحة 17 والصغرى 11، في أبها العظمى 22 والصغرى 10، في جازان العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة في الدمام أجواء مغبرة لكن درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، حفر الباطن أجواء مشمسة العظمى 21 لكنها باردة ليلا 9، في الإحساء أجواء أيضا مغبرة العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية، وفي منطقة الرياض وبريدة وحائل أجواء مشمسة نهارا وأيضا لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا، في حائل 18 العظمى والصغرى 7، في بريدة 19-9، الرياض العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم أوقات سعيدة وأجواء مستقرة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.